لا اتكلم، ابعدني، لا مش هسمع الاشاده الزياده قوي، ومش هبص على التصريحات اللي بتتكتب والكلام اللي بيتقال عني، ولا اتكلم، مش هصرح بقى، انا قادم، انا جاي، العروض الخارجيه، الخليج، ادي لنادي الزمالك. والله هتبقى يعني لو انت جاي لك، انا عارف ان مصطفى جاي له عروض خليجيه 2 مليون دولار في الموسم، وعارف انه بياخد مع نادي الزمالك اقل من ربع المبلغ ده، ولكن هيجي لك اللي اكتر من كده. فقط ادي لنادي الزمالك. موسيماني يعلن فشل عربي بدري في سد الجهة اليمنى. موسيماني قال لك انا عايز اجرب عربي بدر، لعيب من اميز اللعيبة المصرية الصاعدة الواعدة، 19 سنة، مواليد 2001، وديفندر. قال طب انا عايز اجربه واستغل قوته وطوله وشبابه في الحته اليمين، الظهير الايمن، ولكن بعيد، ما قدرش يعمل الواجبات، وهو صراحه الراجل معذور، هو الراجل مش ظهير ايمن، ما قدرش يدي في الحته دي، علشان كده موسيماني قال لك خلاص انا عايز ظهير ايمن، عايز ظهير ايمن. الاسامي اللي معروضه قليله نادره، يعني حتى انت لما جيت تبيع كريم يحيى للاتحاد، حسام حسن وابراهيم حسن قالوا لك واحد من افضل ظهراء الجنب، بس لا، قال لك لا، يعني ما يناسبناش فنيا اقل، فقال لك خلاص طالما حسام حسن وابراهيم حسن بيشهدوا له، حطوا شرط ان يحق للنادي الاهلي استعاده اللاعب مقابل دفع مبلغ مالي 5 مليون جنيه. فالمركز الناحيه اليمين دي حتى تلاحظ الزمالك جه يدعم، جاب حمزه المسلوسي، ما عندوش احمد فتحي، مش من الاهلي، عندك محمد هاني، محمد هاني لو اتصاب لا قدر الله، لو ما رجعش هتبدا بقى تجهز البدائل، وهنتكلم على البدائل بتاعه هاني في حاله عدم لحاقه بالمباراه النهائيه. فالناحيه اليمين الاوراق فيها او المتاح فيها قليل. الموهوب امير عادل يوقع للزمالك 3 مواسم ويحصل على 400,000 دولار في الموسم. طبعا امير عادل لعيب مصري دنمارك الجنسية، مهاري قوي قوي قوي، وطبعا عنده الجنسية الدنماركية، وهو تقريبا لقبه أو اسمه الثاني ألكساندر، واحد من الأسماء دايما، ولعب ماتش دولي أنا فاكر مع المنتخب، لعب مع الكابتن ربيع ياسين، الزمالك جابه، هو صفقة حرة، مضى 3 سنين واتفق على 400,000 دولار، وفي انتظار اعتماد الأستاذ مرتضى منصور للصفقة علشان يدعم نادي الزمالك مركز البلاي ميكر. برضو المركز ده قالل في النادي، مفيش غير أوباما، مفيش عندك غير أوباما، ولما بيغيب أوباما بيلعب ساسي الدور ده. موسيماني يقود مفاوضات سيرينو بنفسه، قال للكابتن محمود الخطيب اديني الضوء الأخضر علشان أخلص أنا الصفقة، الصفقة قريبة للنادي الأهلي، مشكلتها حاجة واحدة، إن زي ما بيقولوا القيد والتدعيم اتقفل خلاص في جنوب افريقيا، عشان يخرج اتقفل القيد، فمش هيقدر نادي سان داونز يدعم يحط مكانه اي لعيب، فقال لك خلاص استنوا ليناير القادم، لما يجي شهر يناير خدوه نقدر ندعم مكانه. فموسيماني قال ادوني انا الضوء الاخضر وانا هقنع رئيس النادي ان حتى رحيل سيرينو عن نادي سان داونز مش هيعمل حاجه، لان سان داونز مواجهته في دور ال 32 سهله جدا، فخروج سيرينو مش هيضعف الفريق، ويقدر مع فتح باب القيد الثاني في دور ال 16 ودوري المجموعات يدعم سان داونز. الزمالك يرفع عرضه الى 20 مليون جنيه للتعاقد مع مهاجم